بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يسلمهم في برهم وبحرهم وجوهم، إنه على كل شيء قدير. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمع معنا بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. حياك شيخ صالح، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-80-9999. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة. وتعلمون ويعلم الجميع أن موسم الحج ولله الحمد بدأت أيامه، وموسم من أفضل المواسم. والحج شيخ صالح منسك من مناسك هذه الأمة، فرضه الله تعالى على عباده، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال: خذوا عني مناسككم. وغرض هذا المنسك العظيم إعلان توحيد الله سبحانه وتعالى، وإقامة الذكر ذكر الله عز وجل، وتكريس العبودية له سبحانه وتعالى. لعلكم في مستهل هذا اللقاء تتحدثون حفظكم الله من خلال هذا البرنامج عن مظاهر التوحيد في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الحج إلى بيته الحرام حينما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحج البيت كل عام فرض كفاية، لا بد أن يحج البيت كل سنة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأما بالنسبة للأفراد، فإنما أوجبه الله مرة واحدة في العمر على المستطيع. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال ذلك الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع. فالله جل وعلا جعل الحج، لأن الحج يؤتى إليه من بعيد وله كلفة ومشقة، وهو من الجهاد في سبيل الله، من فضله سبحانه وتيسيره أن جعله مرة واحدة في العمر على المستطيع. هذا بالنسبة للأفراد. وأما بالنسبة لمجموع المسلمين، فلا بد أن يحج هذا البيت كل سنة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. واستطاعة السبيل هي وجود الزاد والراحلة اللائقين بمثله مما يكفيه ذهابا وإيابا، ويكفي من خلفه من يمونهم، مع أمن الطريق. فإذا توفرت هذه الشروط
وجب الحج على المسلم مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولا شك أن شعار الحج شعار المحرم هو التلبية بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، فيعلن التوحيد لله عز وجل كما قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذا البيت هو مبني على التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، يجب أن يطهر من الشرك ومن البدع والمحدثات ويهيأ للمسلمين. وقد قيض الله لهذا البيت في وقتنا الحاضر هذه الحكومة الرشيدة التي تقوم على أمن الحجيج والمعتمرين وتوفر لهم الإمكانيات، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس جميعا، وهي نعمة عظيمة من الله بها على هذه الدولة المباركة ويسر لها وسخر لها ما تستطيع به أن تقوم على هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وتوفر للحجاج أمنهم، توفر لهم الأرزاق، توفر لهم الراحة. وهذا من تيسير الله عز وجل لهذا المجتمع المسلم الذي يأتي إلى هذا البيت، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوه، ويسر الله من يؤمن الحجاج والمعتمرين ولله الحمد. وفي كل عصر ييسر الله لهذا البيت من يقوم على شؤونه ويتولى أمر الحجاج والمعتمرين، وهذا من فضل الله وتيسيره. نعم، أتابكم الله سماحة الشيخ صالح بارك الله فيكم. وأيضا يتواصل الحديث عن الحج بارك الله فيكم، ما هي أو كيف يحقق المسلم ضوابط الحج المبرور، وما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي قد أدي على الوجه المشروع خالصا لله عز وجل، كما قال جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج يعني أتم مناسك الحج والعمرة، وقوله لله يعني بذلك إفراد الله جل وعلا بالتوحيد والعبادة، وأن تكون نية الحاج والمعتمر خالصة لوجه الله جل وعلا، لا يطمع في دنيا ولا يطمع في رياء ولا سمعة، وإنما يكون خالصا لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولادة جديدة بعد الحج المبرور، يرجع المسلم من حجه كيوم ولدته أمه، ولا شك أن المولود حين يولد ليس عليه ذنوب. كذلك الحاج إذا أتى هذا الحج وبر بحجه فلم يرفث ولم يفسق فإنه يرجع كيوم ولدته أمه، فهو ولادة جديدة للمسلم. نعم، بارك الله فيكم. هذا أبو متعب من الرياض يسأل، يقول: ما هي حدود قول الرسول صلى الله عليه وسلم في 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 يوم في يوم الحج النحر قوله: اعمل ولا حرج؟
نعم هذا مختص ب نعم هذا مختص بأعمال الحج يوم العيد، في أعمال يوم العيد، نعم وهي الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرة، جمرة العقبة، والنزول بمنى، بداية النزول بمنى أيام التشريق. فما سئل صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر من هذه المناسك، إلا قال افعل ولا حرج، لا حرج في التقديم والتأخير. وإن كان الأفضل أن الإنسان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يبيت ينزل في منى ويبيت فيها ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في كل يوم. هذا هو ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، يعني في يوم العيد، من هذه المناسك التي تفعل في يوم العيد، إلا قال افعل ولا حرج في التقديم والتأخير. وليس كل شيء يفعل ولا حرج، لا، هذا خاص بأعمال يوم العيد. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. هذا يسأل عن الأضحية، حكم الأضحية، وهل تجب في كل سنة؟ الأضحية شعيرات عظيمة ونسك، قال الله جل وعلا فصل لربك وانحر، فقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فقرن الذبح والنحر مع الصلاة، مما يدل على أن ذبح الأضاحي وذبح الهدي عبادة عظيمة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب فيه أن يكون من كسب حلال، وأن يكون النية فيه خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن ينفذ فيه قول الله كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذا هو من فضل الله على عباده في هذه الأيام المباركات. نعم نعم بارك الله فيكم. في هذا السياق وعن الأضحية، هذا أبو نايف من تربة يسأل حفظكم الله، يقول يا شيخ صالح نحن ساكنين مع عمنا في البيت نفسه، هو في شقة ونحن في شقة، وموكلين على أو وكيل على حلالنا، يسأل يقول هل يجوز أني أضحي عن نفسي وعن شقتنا وأهلي وهو يضحي أيضا، أم تكفي أضحية واحدة، مع العلم أن والدي متوفى، وهل يجوز أضحي عن والدي؟ الأضحية تجب على الرجل وأهل بيته، تشرع للرجل وأهل بيته، وأنتم ساكنون وحدكم تستحب لكم الأضحية، ولا يكفي أن يضحي عنكم غيركم، كل بيت يشرع له أن يذبح أضحية عن أهل هذا البيت، وهذا من السنن ليس من الواجبات، نعم. لكنها شعيرة عظيمة وعبادة عظيمة لا تترك، حتى ذكروا أن له أن يستدين إذا لم يجد ثمن الأضحية، يستدين لأجل أن يقيم هذه الشعيرة. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن ذبح الأضحية واجب، ذبح الأضحية واجب عنده، أما الجمهور فعندهم أنه سنة مؤكدة. نعم يعني عمهم في شقته يضحي وحده، وهم يضحون أيضا في ضحية أخرى مستقلة في شقتهم، ما داموا لا يسكنون في بيت واحد. نعم. فكل أهل بيت يضحون عن أنفسهم. نعم. يقول والدتي هل يجوز أن تضحي عن والديها المتوفين مع العلم أنهم لم يوصوها بذلك؟ نعم، هذا من البر بهم، هذا من البر بهم، والأضحية فيها صدقة، والصدقة مشروعة عن الميت،
تصدق بشيء من لحمها وفيها أجر عظيم وهي شعيرة فاضلة، ففيها خير للأحياء وللأموات، يضحى عن الأحياء ويضحى عن الأموات أيضا، بل الأموات أولى بذلك. نعم. تعلمون معالي الشيخ أن بعض البيوت شقق متوزعة وهم في بيت واحد ومتداخلين مع بعض، فهو يعني يسأل يقول هل له أن يضحي بأهل الشقة هؤلاء بضحية ونحن بأضحية أو بأضحية واحدة؟ نعم، هذول جيران. لا، مع بعض. هؤلاء يعتبرون جيران وليسوا ساكن. طيب. إيه، ليسوا ساكنين في شقة واحدة، هذول جيران في العمارة. نعم. كل له حكمه. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم أيها الأخوة، نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-808-9999. هذا يقول أبو سالم في قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما المقصود بهذه الآية المباركة؟ المقصود بهذه الآية المباركة أن الأحداث التي تهم الأمة والمجتمع لا يتولى الدخول فيها كل أحد، وإنما ترد إلى أولي الأمر من العلماء ومن الأمراء ذوي الشأن الذين يحلون المشاكل. فالأمور العامة لا يدخل فيها الأفراد، وإنما ترد إلى ولاة الأمور وإلى العلماء. إذا نزلت مشكلة أو معضلة تهم المجتمع فإنها ترد إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء، ينظرون في حلها ولا يدخل فيها العوام وكل فرد من الناس. نعم. أثابكم الله. هذا يقول: أحد الأشخاص دخل مكة في أول ذي القعدة بنية العمرة عن الغير، ولم ينوي الحج وأدى العمرة وأحل ومكث في مكة، فهل يجوز له أن ينوي الحج متمتعا ويؤدي العمرة بالإحرام من التنعيم ثم يتحلل ويحج بعد ذلك، أم يحج مفردا، وأيهم أفضل؟ ما دام أنه اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة وحج هذا العام فإنه متمتع، يعتبر متمتعا بين الحج، متمتعا بالعمرة إلى الحج. نعم. نعم. سعد من الرياض يسأل يقول: المرأة إذا كان لديها ذهب معد لللبس وللزينة هل عليه زكاة؟ الراجح هو مذهب الجمهور أن الحلي الذي يستعمل لللبس والزينة أنه لا زكاة فيه كسائر الملابس والمستعملات، لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال. نعم. نعم. سؤاله الآخر يسأل يقول: إذا كان هناك مبلغ مالي في البنك وأخذ منه وأزيده ولا أعرف كم يثبت، هل عليه، متى أزكي وهل عليه زكاة؟ اجعل لك موعدا من السنة تزكي فيه جميع ما لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى دوره من العام القادم، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم. نعم. أثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله: كيف كان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهل يجب على كل حاج أن يصعد إلى جبل الرحمة أو الصلاة في مسجد نمرة؟ لا، المفروض أن يوجد في صعيد عرفة داخل الحدود ناويا بذلك الوقوف بعرفة، وهذا يكفي في أي مكان من عرفة. قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وجبل الرحمة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ولا دخل للجبل ولا في الصعود عليه في أحكام الوقوف، أي في أي مكان وجد من عرفة فهو في عرفة وقد أدرك الوقوف في وقته والحمد لله، ولا يذهب إلى الجبل ولا يصعد عليه،
ولا يستقبله إذا أراد الدعاء، يستقبل الكعبة، يستقبل القبلة ويدعو. نعم. أثابكم الله. محمد صالح من الرياض يقول: في العشر ذي الحجة ما هي أفضل الأعمال، وهل صيام عرفة يجب على الحاج؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولم يحدد نوعا معينا من الأعمال الصالحة، فيجتهد المسلم في الأعمال الصالحة من تكبير، وهذا شعار هذه الأيام: واذكروا الله في أيام معلومات، هي عشر ذي الحجة، وذلك بالتكبير والتهليل والتسبيح، ويكثر من هذا، وكذلك الصيام، يصوم عشر ذي الحجة، وكذلك سائر الطاعات، يجتهد في هذه الأيام لأنها أيام مباركة، والعمل فيها يعني فيه فضل عظيم وأجر كبير، فهي أيام فاضلة ومباركة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. وأما عرفة، يوم عرفة، فالحاج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة من أجل أن يتقوى على الوقوف، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا وشرب اللبن والناس ينظرون إليه ليعلموا أنه ليس بصائم، وإنما الصيام على غير الواقف بعرفة. نعم. نعم. معنا اتصال المتصل سالم من بريدة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ والسلامة. لو تكرم، عندي الوالدة عمرها تقريبا 60، بس البنية الجسمية عندها ضعيفة مرة وما تقدر تمشي، في عملية برجلها، فما ندري نوب عنها بالحج ولا نخليها تحج. تخلونها تحج وتحمل، تركب، والحج كل أكثر أعمالها يعني يؤديها وهو راكب أو جالس، فهي تركب تحمل إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن ذلك فإنها لا حج عليها، ولا يناب عنها في هذه الحالة، لأنها إلا إذا بلغت مبلغا لا تستطيع الركوب والثبات على المركوب ولا تستطيع السفر، فإنها تنيب من يحج عنها. نعم. سؤال آخر؟ طيب، شكرا لك يا أخي الكريم، نتواصل معكم ومع أسئلتكم. وهذا يسأل حفظكم الله، يقول: بالنسبة لمن وكل بالحج عن شخص ما، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يحج عن المنوب عنه مثل ما حج عن نفسه، يؤدي المناسك وينويها عن المنوب عنه، يؤدي المناسك من الإحرام والطواف والوقوف بعرفة والطواف والسعي وذبح الهدي وغير ذلك، ينويه عن المنوب عنه. نعم. نعم، بارك الله فيكم. وهذا يسأل يقول: ما حكم تأخير رمي الجمرات لآخر أيام التشريق؟ يجوز هذا، يجوز إذا أخرها إلى آخر أيام التشريق ورماها مرتبة عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الثالث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود ويبدأ عن اليوم الآخر وهكذا حتى يكمل جمرات الأيام، يجوز هذا، ولكن الرمي كل يوم بيومه هذا أفضل وأبرى للذمة. نعم. نعم. أبو عبد الله من جدة يقول: ما حكم أن أصوم أيام 9 من ذي الحجة بنيتين، 10 ذي الحجة وكذلك القضاء؟ لا، ما يصلح تنويها عن القضاء وعن عشر عن القضاء من رمضان وعن 10 ذي الحجة، تنويها للقضاء، تنويها للقضاء، القضاء ألزم، تنويها عن القضاء، الحمد لله. نعم. نعم، حفظكم الله.
أبو ياسر من مكة المكرمة يسأل حفظكم الله عن الوصية، هل لابد من كتابتها أم يكفي أن يشهد عليها؟ الوصية على نوعين، وصية بما يجب عليه من الديون وما عنده من الودائع والحقوق، هذه واجبة لا بد يكتبها. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وأما النوع الثاني هو الوصية بشيء من ماله على سبيل البر، فهذه مستحبة، هذه وصية مستحبة، وفيها في حدود الثلث فأقل، وهذه فيها فضل عظيم يجري عليه بعد موته. نعم نعم. المستمعة أو الأخت تسأل، تقول وهي أم محمد، تقول: ما سبب نزول قد سمع الله قول التي تجادلك؟ هذه امرأة ظهر منها زوجها، وكان الظهار في أول الإسلام طلاقا، فظهر منها وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لها أولادا صغارا، تقول: إن تركتهم ضاعوا، وإن أعطيتهم تركتهم عند والدهم جاعوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه، بناء على التشريع الأول. ثم إن الله نسخ ذلك، جعل الظهار يمينا تحلها الكفارة، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فنسخ الله أن الظهار يكون طلاقا إلى كونه يمينا تحلها الكفارة. نعم. معنا اتصال أبو محمد من الخرج، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في سؤال عندي الحج. سامع. اللي ما يجد حج مثلا صار على أخطاء أو بعض الخصومات مع الحجاج، وشك يعني بحجة مهط يعني كامل، هل يعيد يحج ولا يستمر فيه؟ طيب. والشيء الثاني. إيه. اللي بعد الحج. وكبير طبعاً في كبير السن وهو في قادة الحج ولا حج ويستطيع كل شيء، ومثلاً لا سمح الله توفى مثلاً، هل يصير عليه ذنب ولا؟ طيب. هل يخرج مثلاً هذا اللي زي العالم قال من كفر إن الله غني عن العالمين، هل يخرج من الإسلام ولا؟ شكراً. حياك الله، بارك الله فيكم. سؤاله الأول يا شيخ حفظكم الله عن التخاصم في الحج والاختلاف والتلفظ ببعض الألفاظ أو عدم الصبر، يقول: هل هذه الأشياء يعني تلغي أو عدم تمنع قبول الحج؟ وهل لي أن إذا شكيت في ذلك هل لي أن أعيد حجي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال: فمن فرض فيهن الحج، يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه، هذا يحرم على المحرم. والفسوق هو المعاصي، فلا المحرم ويحرم على المسلم غشيان المعاصي، لكن في حالة الإحرام أشد، لأنه يدخلها على إحرامه فتنقص إحرامه أو قد تبطله. ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الجدال هو الخصومات بغير فائدة والمغالطات بدون فائدة، أما الجدال بالحق والله جل وعلا يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال الذي لإيضاح الحق ورد الباطل هذا واجب في الحج وغيره على المستطيع، وأما الجدال في الذي لا فائدة فيه هذا يتجنبه المسلم، لا سيما إذا كان محرما بالحج فإنه يخل بحجه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل آخر أو له سؤال آخر حفظكم الله، يقول: بالنسبة لكبير السن إذا وهو مستطيع في المال وفي البدن ولم يحج ثم توفي، ماذا عليه وهل يحج عنه؟
نعم، إذا كان عنده مال ولم يحج، إذا كان عنده مال ولم يحج من قبل، يعني ما أدى الفريضة وعنده مال، فإنه يقام من ينوب عنه في الحج ويدفع له تكاليف الحج من تركته، لأن هذا دين عليه، هذا من جملة الديون الواجبة في التركة. نعم نعم. أبو هشام من الدمام يقول: ما هي الغيبة المحرمة، وهل يجوز غيبة المجاهر بالمعصية تحذيرا منه؟ الغيبة كما قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فهي محرمة وشديدة التحريم، فيتجنبها المسلم ولا يغتاب أحدا، ولأنه هذا مثل أكل لحمه ميتا، وهذا شديد على المسلم أن يتجنب الغيبة والنميمة والخصال السيئة، لأنه مسلم يصون إسلامه ودينه عن هذه الملوثات. نعم أحسن الله إليكم. يقول: من هو المسلم الذي يسلم الناس من كلامه وقوله وفعله؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. نعم. ويده، سلم المسلمون من لسانه فلا يغتابهم ولا يتكلم فيهم بسوء ولا يعني يشتمهم أو يسبهم، هذا صيانة اللسان عن هذه الأمور، سلم المسلمون من لسانه، وسلموا من يده فلا يقتل أحدا بغير حق ولا يضرب أحدا بغير حق ولا يستعمل يده إلا فيما أباح الله له. نعم. معنا اتصال الأخ عبد الرحمن من المجمعة، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أكلم الشيخ. سم يسمعك الشيخ صالح، تفضل. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ألو. نعم. نعم. ما هو؟ في حمسة تحج وعليها قضاء من رمضان وعليها نذر شهر قديم، يجوز انها تحج؟ في سؤال اخر؟ نعم. عندي فشي كلوي واطلع من الغسيل في اوقات الصلاه، يجوز اني اصلي في البيت واروح للمسجد؟ طيب شكرا لك يا عبد الرحمن، تفضل يا شيخ. نعم. عن المراه التي سؤاله، سؤالها الأول عن امرأة عليها تريد أن تحج عليها نذر وعليها قضاء من شهر رمضان المبارك وعليها نذر ممكن صيام شهر كامل، هل لها أن تحج؟ نعم تحج، لأن الحج له وقت محدد والنذر وقضاء رمضان وقته موسع فتحج والحمد لله. يقول أنه مريض بفشل كلوي ويطلع من الصلاة، هل له أن يصلي في البيت؟ إذا كان ما يستطيع الصلاة في المسجد يصلي في البيت لأنه معذور، إذا كان أنه ما يستطيع يذهب إلى الصلاة مع الجماعة في المسجد فإنه يصلي في بيته للعذر. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم. هذا محمد من الخرج يقول: والدي رحمه الله تعالى وضع نخل سبيل لوالدي رحمهم الله جميعا، هل يجوز أن نأكل من محصوله من التمر ونوزعه على الورثة، مع العلم أن والدي رحمه الله لم يحدد بس قال سبيل لوالدي؟ نعم، المحتاج هذا يصرف للمحتاج، فإذا كنتم محتاجين فأنتم أولى بالأكل منه، وإن كنتم مستغنين فإنه يعطى للفقراء والمساكين. نعم نعم. هذا إسلام محمد من مكة المكرمة يقول: من أراد الحج وهو من سكان مكة من أين يحرم؟
من أراد الحج وهو من سكان مكة يحرم من مكة، حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة. أما من أراد العمرة وهو داخل مكة فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل، إلى خارج حدود الحرم ويحرم بالعمرة، وأما الحج فإنه يحرم به من مكة. نعم. يسأل بارك الله فيكم سؤاله الآخر، يقول متى يبدأ التكبير في أيام العشر، وما هو التكبير المقيد والتكبير المطلق؟ يبدأ التكبير في أيام عشر ذي الحجة من دخول، من إذا ثبت هلال ذي الحجة فإنه يكبر في هذه الأيام ويكثر من التكبير. نعم. والثاني ما هو التكبير المقيد والتكبير المطلق؟ التكبير المقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات المفروضة مع الجماعة، إذا صلى الصلاة المفروضة مع الجماعة وسلم الإمام فإنهم يكبرون التكبير المقيد. وأما المطلق فهو الذي في سائر اليوم لا يتقيد بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول علي بعض الديون لبعض الناس، هل يجوز أن أحج أم لا بد من تسديدها؟ إذا كان عندك مال يتسع لسداد الديون ويتسع لنفقة الحج فحج، وأما إذا كان المال قليلا ولا يتسع إلا لسداد الديون فإنها لا تحج، بل تقدم سداد الديون التي عليك. نعم. نعم، معنا اتصال. علي من الرياض، حياك الله. السلام عليكم، كيف شلون سيد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخوي، أنا خريج معهد إدارة تخصص يعني حلو، وأغلب شغلي يعني يا في أقسام البنوك أو شركات التأمين، وجتني عروض كثير وظيفية. سؤال من شخصين، الشخص الأول هل يجوز العمل في شركات التأمين؟ الشخص الثاني جاني عرض وظيفي من بنك سامبا، هل يجوز العمل ببنك سامبا أو لا أقسام تقريبا غير متعلقة بالمعاملات الربوية؟ عرفت، وهذا الموضوع مصير بالنسبة لي لأني أنا أريد تخصص يعني يا شيخ. عرفت. نعم. والله يجزاك خير، بيض الله وجهك. حياك الله يا علي، بارك الله فيك. يسأل بارك الله فيك يقول أنه يعني خريج إدارة ولدي عروض كثيرة، وخاصة يعني في بعض الشركات ومنها شركات التأمين، هل يجوز العمل فيها؟ لا يجوز العمل في شركات التأمين، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. شركات التأمين التجاري لا يشتغل فيها، وكذلك في البنوك لا يكون موظفا في البنوك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، عن البنوك الربوية. نعم. نعم، هذا محمد صالح من الأفلاج يقول أنا مبتلى بالوساوس، وخاصة الوساوس في الصلاة والوساوس في العبادات، فما هو توجيهكم؟ توجيه أولا، إذا أحسست بالوسواس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنك بإذن الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الثاني أن لا تلتفت للوسواس، بل تتركه ولا تتأثر به ولا تفكر فيه، بل تتركه وسيذهب عنك ولا يضرك بإذن الله. نعم. بارك الله فيكم. هذا أيضا يسأل عن القبور حفظكم الله، يقول أنني أرى بعض الناس يذهب إلى القبور ويتمسح بها، وأحيانا يضع بعض الأشياء، فما حكم هذا العمل؟ هذا عمل لا يجوز، هذا عمل لا يجوز، وهذه زيارة ممنوعة غير مشروعة. إن كان يريد التبرك بالقبور وطلب الحوائج من القبور فهذا شرك، هذا شرك أكبر، لأنه طلب من غير الله عز وجل في أمور لا يقدر عليها الميت. الميت لا يقدر على شيء، وإنما الميت بحاجة إلى الدعاء، فيزار لأجل السلام عليه والدعاء له ومن أجل الاعتبار بأحوال الموتى. أما الزيارة التي يقصد بها التبرك بالقبور والتمسح بها وطلب الحوائج من الأموات، هذه زيارة شركية بدعية ولا تجوز. نعم.
جزاك الله خير شيخ صالح وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب عن أسئلتكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، وهذه تحية من الزملاء في تلفزيون القصيم وأيضا من هنا ومن الزميل ناصر البقمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.